أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب مني بعض الأخوة توضيح عملية الرش وكيفيتها. طبعا العناصر اللي نستخدمها كأن تكون العناصر الـ NPK أو العناصر الصغرى، أو هذا عندنا الكالسيوم والبورون. أنا نباتاتي الآن في مرحلة إزهار كثيف ومرحلة عق الثمار. طبعا هذه المرحلة تحتاج إلى عنصر البورون الذي يفيد في استطالة أنابيب اللقاح وتلقيح الأزهار، وكذلك أيضا نقص الكالسيوم في هذه المرحلة يكون حساس وحرج، قد يؤدي إلى الإصابة بمرض تعفن الطرف الزهري والإضرار بالثمار. فنقوم بعملية رش متكررة ومع يعني وفق جدول معين، كأن تكون مرة واحدة في الأسبوع من كل نوع مثلا، ثم تتكرر بعدها، فيصبح تكرار النوع الواحد على مدار الشهر سيكون مرة واحدة. طبعا نستخدم مرشة صغيرة سعة 2 لتر، لأنه لا زالت النباتات عندنا حجمها صغير، وكذلك كمية صغيرة. هذه المرشة تكفينا يعني بالنسبة لرش النباتات. نقوم بوضع الكمية الملائمة من هذه السرنجة تأخذ 1 سي سي 2 سي سي، لأنه لكل لتر 1 سي سي. بعد إضافة الكمية المقررة من السماد إلى وعاء المرشة، طبعا كلما كان الرذاذ ناعما كلما كان الرش أفضل، من ناحية أن الاستهلاك للسماد الذي نقوم برشه سوف يكون قليل. نبدأ عملية الرش بشكل رذاذ ناعم على النباتات. بالنسبة للنباتات الخضروات الورقية ما لا داعي لرشها، لأنها لا تحتاج إلى، فقط النباتات التي تقوم بحمل الأزهار. عملية الرش في أعلى النبات وفي أسفل النبات، يعني حنحاول حتى أسفل الورقة أيضا يشمل عملية الرش. طبعا عملية الرش أيضا تتم مرة واحدة بالأسبوع أو مرتان حسب عمر النبات، حسب حاجته، حسب
الحالة الأعراض التي تظهر عليك قد يكون نقص معين في أحد العناصر. أنا بالنسبة لي في الوقت الحاضر عملية عقد الثمار والأزهار أيضا كثيرة في هذه المرحلة، تحتاج إلى عناصر عديدة. وخاصة العناصر الصغرى التي تساعد وتنشط عملية التلقيح والإخصاب وتكوين الثمار، والعناصر الكبرى التي تلعب دور رئيسي في تحجيم أو زيادة حجم الثمار. طبعا احنا المحلول المغذي اللي نخليه يكون متكامل ومتكافئ، ولا يحدث به أي حالة نقص تظهر على النبات، كما هو واضح من شكل الورقة ونمو النبات وكثافة الأزهار، إلا أنه للاحتياط أو لضمان أنه الأزهار العديدة سوف جميعها تقوم بالتلقيح والإخصاب وتتكون ثمار بدون أن تسقط منها أو تتلف منها جزء. فهذه العملية تكميلية، يعني يعتبر بالنسبة للنباتات.